السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة حلويات، حاجة حلوة بسيطة جدا. دول كوبايتين دقيق هنخلهم، تمام. هنحتاج رشة ملح، فين المية السخنة؟ ثواني. وكوباية مية سخنة اهي، تمام. هندخل الدقيق عادي، وهنحط رشة الملح، الدقيق، تمام، وبسكوتش ده او بايدينا، يعني مش هتفرق قوي. العجينة دي سهلة جدا ومش محتاجة اي حاجة، زي عجينة القريبة لعجينة ايه الفطير، الملفي، الحاجات دي. وادي المية، هنزود واحدة واحدة. لحد ما تتلم معانا العجينة. اوكي، الكاميرا فصلت. انا دلوقتي استخدمت كوباية المية كلها، تمام. بس هلم العجينة بإيدي، بس اجيب جوانتي، تمام. تحتاج دي ايه؟ بيتهيألي مية طلعت كتير، بس المفروض كوبايتين دقيق وتاخد كوباية مية. مش شايفين حاجة، صح؟ ملزقة خالص. لا، محتاجة حوالي نص كوباية ولا حاجة. معايا هنا ال كده أسهل حاجة. كوباية ناخد نصها، تمام. أرجع أدخل إيدي في الجوانت تاني ونبتدي نعجنها كويس. عايزين الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. لو مش عايزة تستخدمي زبدة ممكن سمنة، لو مش عايزة تستخدمي سمنة ممكن زيت. بس الزبدة بتديلها طعم، لان العجينة دي مفيهاش، زي ما احنا شايفين، مفيهاش ولا اداة رفع ولا اي حاجة، فهي كلها الطعم هيجي من الزبدة. وهنستخدم قشطة كمان للوش. انا مش طلعتها، مش عارفة ليه، بس هطلعها لكم، يعني كده كده هنطلع، تمام. هلم العجينة دي وبعدين ارجع لكم، تمام. انا قلعت الجوانتي لانه كنت عايزة احس ملمس العجينة. دلوقتي العجينة زي ما احنا شايفين مش بتلزق في الايد، وناعمة، نعمت. بس انا عايزة اخدها على الرخامة هنا، بس اجيب منديل عشان اشيل كل الحاجات، الدقيق والحاجات دي الواقعة، تمام. خدها كده، المشكلة ان انا مش بعرف اشتغل وانا مشمرة طبعا. كلنا كده، تمام. كل اللي بنعمله ان انا بفرد العجينة كده وبلمها كده، ارجع اعملها من الناحية التانية، افردها كده وبلمها، وهكذا افرد والم لحد ما تنعم معايا خالص. بعد كده هسيبها ترتاح.
انا فاكره قلت لكم قبل كده على الضربه بتاعه العجينه دي، بيعملوها اليابانيين وبيعملوها كمان مش اليابانيين، الصينيين يا ربي، وبيعملوها الاتراك. ليه بقى؟ لان العجين ده اللي هو الجلوتين بيتفاعل لما بيشتغل لما نعمله كده. تمام، ادي العجينه بتاعتنا بقت ناعمه اهي، شايفين؟ تمام، ما خدتش وقت كبير. هنحطها في الوعاء بتاعنا وهنغطي عليها. هي مش هتخمر ولا اي حاجة، بس هنغطي عليها عشان ما تعملش قشرة على الوش. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هاخد اللوز ده هحطه في مية سخنة مغلية عشان اقشر وارجع لكم. لما اللوز ياخد غلوة كده عشان يقشر، حطيت العين جمل في كيس بلاستيك وبال اسمها ايه الشاكوش بتاع اللحمة، هدق عليه كده دقة بسيطة، اصلا عين الجمل مش بيستحمل. تمام، وعلى حسب رغبتكم يعني، في ناس بتحب المكسرات ما تكونش باينة قوي وفي ناس بتحبها باينة، فانا يعني هعمل حبة كده وحبة كده، لان مش عارفة يعني صراحة انا واخداها الناس، فمش عارفة هيكونوا بيحبوا ايه، فهعمل حبة كده وحبة كده. تمام، اوكي، ادي عين الجمل. يعني ده كل ده للوش، يعني ده للوش، وكمان القشطة دي للوش، ودي ده شربات، شربات زي شربات الكنافة كده. تمام، ما هنعمله دلوقتي ان احنا هنقطع العجينة بتاعتنا. تمام كده العجينة بتاعتنا ارتاحت ال 15 دقيقة اللي احنا قلنا عليهم، فاحنا هنحط ايه العجينة كده زي ما احنا شايفين ونفردها. خد دقيق تحتيها وفوق و نفرد بقى. نفردها أرق حاجة ممكنة زي الرقاق كده. هنا أنا حمرت اللوز، أنا بحب أحمره. لو حد مش بيحب يحمر اللوز او يحط الزبده سايحه قوي، لو مش بنحب نحمره مفيش مشكله، ممكن بس نشوحه او نحمصه كده في طاسه من غير دهون. دي حاجه ترجع لكم، بس انا بحس ان هو طعمه بيبان اكتر كده. لا اسمي دي عندنا مشكله، هشيلها من هنا. انا هحتاج الصينية دي تاني عشان كل واحدة هتتفرد هروح احطها فيها. تمام، انا جبت اسمها ايه المردنة او اسمها ايه مردنة نشابة، يعني بيقولوا يعني ليها كذا اسم مش عارفه كذا دوله، فدي بتفرد العجين اكتر وتخليه ارق. فانا هنزل مش عايزين بقى ايه بالراحه كده، من جوه بره كده، بس عايزين نحط كل ما احنا ماشيين
نرش ايه؟ نرش دقيق، نتأكد انها بتتحرك معانا مش لازقة في الرخامة او في سطح العمل. شكرا لك. عايزة اعملها كويس، بس المشكلة انه تمام. افرد الناحية التانية. عايزة ارش الدقيق. نزلت هنا شوية. بصوا العجينة لازم تبقى رقيقة قوي، تكونوا شايفين ايديكم من تحت العجينة، شايفينها؟ مش عارفة الاضاءة مش باينة ولا باينة. بعدين انا دلوقتي هحط، هجيب الصينية اللي كانت روشاني هنا دي، هحط فيها العجينة، هحط تحتيها شوية دقيق. اوكي، و هحط العجينة كده. وعليها شوية دقيق عشان ما ايه، ما تنشفش. وفوطة مبلولة نغطيها بيها. تمام. هي دي الفوطة. تمام. هعمل الباقي بقى كله وبعدين ارجع لكم عشان اوريكم هنعمل ايه بعد كده. تمام، دلوقتي انا خلصت الثمانية، في واحدة منهم في النص كده اتقطعت، فانا اضطريت ان انا اعملها بس صغيرة شوية، فدي هخليها في النص، مفيش مشكلة خالص، مش هجرى لها حاجة. دلوقتي اللي هنعمله ان انا هاخد واحدة واحدة من دول كده هنا، هفردها و هحط عليها الزبدة بتاعتنا بالفرشة. حتى من غير فرشة ممكن بايدينا احسن، لان ال تمام. الزبدة مش باينة اصلا. اوكي، كده اتفقنا. وبعدين نحط واحدة تانية، دي اصلا ايه، انا عملتها فردتها لما اتعملت، فردتها بالزبدة فهي مليانة زبدة، حتى لون العجينة مختلف شوية. بفرش دي كده. تمام، سيب تحت دي ظبطها، يعني هي مش قدها بس ايه، مش هنضيعها يعني، حتى لو انتوا وانتوا حصل معاكوا اي حاجة زي كده ما فيش مشكلة خالص، حطوها في وسط العجين، كل ده هيتلف في الاخر. تمام، ناخد واحدة بقى من التانيين، مظبوطين شوية. اوبا، هنا نحاول برضو نظبطهم كده على بعض. تمام، و الزبدة لو عايزين تسيحوا الزبدة سيحوها براحتكم، بس يعني مش عارفة، هي الوصفة بالزبدة بدرجة حرارة الغرفة، لو حاسين انها صعبة شوية
ممكن تحطوها على حمام ميه، او بلاش حمام ميه هتسيح بقى زيها زي السمنة. يعني مش عايزينها تطلع اللبن بتاعها، يعني ايه هي الزبدة طعمها كده تمام. هكمل وبعدين اوريكم هنعمل ايه. دلوقتي خلصنا، اللي هنعمله ان احنا هنلف في العجينة، امسكها من الطرف كده زي اسمها ايه السينمون رول، هنلفها كده تمام، مش مشكلة خالص. احنا كل ده تمام. مطلوب مننا ان احنا نعمل ايه بقى، نحاول نخليها قد بعضها كده، وها نريحها شوية لمدة 10 دقايق هرجع لكم. تمام العجينة بتاعتنا ارتاحت. دلوقتي اللي هنعمله ان احنا هنقطعها لقطع نحاول انها تبقى قد بعضها. فهنعمل ازاي؟ شايفين كده تمام، هناخد من النص تقريبا وهنقطع، بعدين من النص تقريبا وهنقطع تاني، والنص ده هنقطع تاني تمام، ودي نعملها تلاتة ودي تلاتة ودي تلاتة. معلش لو واحدة يعني طلعت اكبر من واحدة مفيش مشكلة تمام. وكل واحدة خلي دي مع واحدة تانية على اتنين كده، يعني اتنين على بعض. وهنروح عاملين بس نبعد دول كده شوية كده، وعشان اوريكم ونروح ضاغطينها كده تمام. و فين النشابة؟ بالنشابة ونعملها كده شايفين، هتبقى مورقة وجميلة وملزقة وحلوة. معلش لان هي فيها زبدة، فالزبدة مع العجين بتعمل كده. خلاص بقت كده يعني كده وريها لكم، يعني الحباية كبيرة ممكن اتنين مثلا طفلين ياكلوا منها. خلاص ممكن نرقها اكتر كمان، لا ما نرقهاش خليكي. دلوقتي انا هحط اللي انا عملتها دي هحطها في الصينية، وهعمل هعملهم كلهم خلاص، وبعدين اوريكم هنعمل ايه تاني. دلوقتي دول كلهم، ونصيحة بقى وانا بعمل، لما بحط اتنين فوق بعض بحس انها كبيرة قوي، فواحدة حلو يعني مش وحشة كده. برضو هنجرب الاتنين دول في القلي نشوفهم هيبقوا عاملين ازاي. انا حطيت الزيت بتاعي عشان يسخن، وهنروح نقلي على البوتاجاز. يلا بينا. الزيت بتاعنا بدأ يقدح اهو، وادي الحلويات بتاعتنا هنقليها في الزيت دلوقتي واحدة واحدة. بتهيألي عايزة اجرب الاول اللي هم الصغيرين دول، لا لسه ما الزيت ما قدحش. تريك عشان تعرفوا اذا كان الزيت بتاعكم مظبوط ولا لا، هنحط ده تشوبستيكس بتاع اللي هو بتاع الاكل الصيني، او هنحط المعلقة الخشب ظهرها كده. اول لما تبدأ تطلع الفقاقيع دي شايفين، يبقى الزيت بتاعنا ساخن ونقدر نستخدمه. هنا ننزل بواحدة خلاص شايفين، هنبس نشكها كده كده
عشان في اماكن مش عايزاها تعلى كده كده. تمام. وفي عندكم اتنين اللهم صل على النبي، تقديمتين، يا اما هترشوهم بالسكر، السكر البودرة، وتحطوا القشطة في النص، الحتة اللي انا بشكها دي هتبقى القاعدة بتاعت السبت، يعني هي عاملة زي سبت كده، فهتبقى القاعدة بتاعت السبت. تمام. فهنحط جواها في الحتة هنا دي الايه، القشطة، ونرش عليها السكر البودرة الاول، بعدين نحط القشطة، وبعد كده نحط المكسرات اللي احنا كسرناها. تمام. بالراحة كده هتبصوا تلاقيها تطلع لفوق. انا يعني النهاردة قلت انا عملت لها الشربات دوت او القطر، فهعملها هطلعها، او لما تتحمر هطلعها احطها في ال او هحطها على طبق، وبعدين احط عليها القطر من فوق، هتبقى احلى. شايفين هي اصلا يعني عايزة اقول لكم انها هتبقى مورقة جدا، وكل السمنة او الزبدة اللي احنا حطيناها في النص دي هتنزل في الزيت، يعني ما تقلقوش، هي بس عشان تدينا التوريقة اللي احنا عايزينها في السبت بتاعنا. هو ده اول سبت طلع، سبت اللي هي الحلوة، حلوة السبت دي، وهنحطها نقدمها ازاي. ادي القطر بتاعنا. تمام. طبعا انا مش هحط كتير، انا بس يعني عشان تدي طعم. ممكن تغطسوها كلها جوه القطر ده، بس انا يعني مش من هواة ان الحاجة تبقى مسكرة قوي، طبعا دي حاجة ترجع لذوق كل واحد براحتكم. تمام. بعدين عندنا القشطة، هناخد معلقة صغيرة ونحطها في النص كده. تمام. وادي المكسرات بتاعتنا، هناخد حبة ونحطها على الوش. وبالهنا والشفا، يا رب تكون عجبتكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.